مهندسة رانيا عبدو، ماجستير عمارة قسم تصميم داخلي. حالياً ما بشتغل في مجالي، بشتغل في محل، عملت محل أظافر هذا وبشتغل فيه. مشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة المهندسة رانيا. بداية سعد مساك مهندسة. مساء النور، أهلا وسهلا. طبعا في البداية وحضرتك صاحبة رانيا كلاسي نيلز تحديدا في عمان، تعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. مهندسة رانيا عبدو، ماجستير عمارة قسم تصميم داخلي. حاليا ما بشتغل في مجالي، بشتغل في محل، عملت محل أظافر هذا وبشتغل فيه. نعم، بس عندنا أكثر عن من أجل فكرة المشروع تدخلي في مجال الأظافر. هلا هو أصلا له علاقة بالديزاين، يعني أظافر أنا بحبها من الصغر يعني، فبشتغل يعني بالإضافة لشغلي بشتغلها. نعم. فحبيت إني أطورها بمحل إنه يكون له مقر، يصير فيه خدمات، ممكن يتطور أكثر من هيك. نعم، كل التوفيق. تعرفينا أكثر عن رانيا كلاسي نيلز، شو الخدمات المقدمة عندكم؟ أوكي، هو المحل من 7 أشهر فتحنا تقريبا، بخدم كل شيء بخص الأظافر ورموش حاليا، بس يعني ما في، هو متخصص فقط في الأظافر، فاللي بيجي فيه بس عشان الأظافر مو عشان شيء تاني، يعني إنه لا شعر. هلا كل الخدمات الخاصة بالأظافر يعني صدقا حتى الطبية. شو هي الكفاءات والخبرات اللي تتميزوا فيها والطاقم الموجود عندكم؟ هلا الطاقم صبايا طبعا معروف انه فلبينيات، جبتهم بخبره تقريبا، و يعني بطور كل ما بحتاج الوضع شيء بجيب وحده بخبره بالنوع المختص فيه، بس هم يعني فلبينيات القائمين على الشغل. نعم، بس شو هي رؤيتك المستقبليه للمركز؟ انت شو حابه تعملي قدام؟ هلا هو انا بقدر اني اضيف عليه كل شيء، لانه عاملته لانه مش بس اظافر في الاساس يعني، انا بس حاليا بدي ابلش بالاظافر يعني، واشوف اذا بتطور لقدام كبيوتي سنتر او نعمل فرع ثاني يعني، ان شاء الله لسه بالبدايه. احنا يعني تجيني واحنا لسه بالبدايه، ما صرنا غير 7 اشهر الحمد لله. بس برايك شو بتميز يكون نجاحك عن غيرك بهذا المجال؟ والله الزباين اللي بيجوا عنا هن اللي بينشحوكي او هن اللي لا، يعني اللي بيجي وبيطلع من عنا راضي وعاجبه الشغل وحاسس انه يعني اللي هو الصوره اللي هو كان حاببها طلع فيها، فهذا اكثر شيء بيعطي نجاح، مش الشيء الثاني يعني صراحه. بس شو هي المشاكل المعروقه والتحديات اللي واجهتك بهذا المجال؟ اولها انه تنعرفي شوي او الناس تعرف انه، لانه المنطقه هاي جديده عليها ما فيها عاده يعني، معروف الخدمات هاي بمناطق معينة مختصرة، مناطق معينة. هلأ هون لا، يعني جديد وفعلا المنطقة كانت بحاجة، والكل عم بيحس انه المكان قريب يعني، انت خدمتينا فعشان هيك حاسة انه فعلا صارت خدمة للمنطقة انه فتحنا هون. يعني مشاكل يعني لسه ما واجهت مشاكل الحمد لله، يعني كل شيء ماشي هيك زي ستيب باي ستيب والحمد لله للنهاية. بس مهندسة أكيد في حد ربصنا في حياتك وشجعك وعطاك الدافع لتوصل إلى هاي المرحلة، أين بتحبك؟ الموضوع صدقاً الفكرة يعني كان مأخوذ المكان هذا لمكتب هندسي، بس فكرة إنه أحوله بنتي لأنه كتير حابب طول الموضوع، فالأساسها إنه أعمل الموضوع بنتي بعدين أنا كملته يعني، بس الفكرة بنتي يعني هي، واللي بيشجعني أهل بيتي يعني، يعني أكثر شيء أهل بيتي اللي هو ابني وبنتي وزوجي. كيف ممكن أسأل المشاهدين التواصل مع رانيا كلاسي نيلز؟ إحنا موقعكم بالتفصيل طرق التواصل. أوكي، إحنا موقعنا عند دوار الجامعة التطبيقية الكبير باتجاه الشارع الجديد اللي بيودي على يجوز وجبيها في المجمعات الجديدة يعني اللي على الشارع. هلا التواصل في صفحة على الفيسبوك، في صفحة على الانستغرام باسم الرانيا دوت نيلز، وعليها كل يعني بتقدر تفوت عليها، موجود الرقم، موجود أمتى من داوم، وقت الدوام، كل شيء عليها. نعم،
ونهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر المهندسة رانيا على حسن الفضل لنا. على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. شكرا لك مهندسة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، نورتونا.